السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده التوتوريال السادس في ال C programming. النهاردة هنتكلم اتكلمنا المرة اللي فاتت عن ال if statements. النهاردة هنتكلم عن ال switch statements. قبل ما نتكلم عن ال switch statements عايز اوريكم بس فايدتها، يعني هنحتاجها في ايه. لو بصينا على البرنامج ده، البرنامج ده عبارة عن انه بيستخدم if و else. نعرف variable اسمه answer، نعمل print if لسؤال choose the correct answer what is the best language. new line تمام، ياخد هل سي لانجويج او جافا لانجويج ولا بايثون تمام. وبعدين بيسكان if من اليوزر integer اللي هو الرقم بتاع الاجابه. طيب if ال answer دي equal 1 print if that's right c for the win. else if answer equal 2 جافا تمام، اتريق عليه طبعا جافا would like a cup of coffee. else if الانسر هي 3 بايثون بايثون يعني حد سمع عن بايثون يعني. else ان هو اخر رقم مش غير التلاتة دول هنقول له you enter the wrong choice. ففي الحقيقة احنا دلوقتي بنعمل if و else على variable واحد ونشوفه هل بيساوي واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا غير كده تمام. لو جينا ن execute هيقول لي choose the correct answer what is the best language C Java language Java language Python تمام. لو اخترنا مثلا واحد that's right C for the win هيخرج. scanf دي طبعا عشان عملنا scanf فوق ف get sure لكن متبقاش ليها لازمة. طيب هل بقى مثلا لو الاختيارات دي كتير، لو احنا استخدمنا مثلا نفس الطريقة دي مثلا في حاجة فيها 7 8 اختيارات، طب يعني مش كل مرة هنعمل اف الس اف الس اف الس اف. فهنا جت فايدة السويتش. السويتش احنا بنشيل الكلام ده كله وبنعمل سويتش، نكتبها كده سويتش ونحط جوه braces الفاليو اللي احنا عايزين نسويتش عليه. يعني ايه نسويتش عليه؟ يعني نشوف قيمه. طيب ودي اكنها فانكشن بنفتح لها كيرلي بريسز كده تمام. نكتب كيس 1 يعني كيس ايه الانسر بواحد، يعني مثلا لو كانت ب 4 كيس 4 كذا. كيس ان الانسر بواحد هنكتب كولون مش سيمي كولون، كولون اللي هي نقطتين فوق بعض. برنت اف تمام. That's right تمام. وبنكتب بعديها break. break دي فايدتها ايه هقول لكم دلوقتي. بعدين بنقول case 2 print if java عشان بتوع الجافا ما يزعلوش java for the win. break case 3 نقول له print if Python rocks break. وبنكتب حاجة اسمها default. default دي يعني احنا قلنا ان case 1 يعني لو الانسر ب 1 case 2 الانسر ب 2 case 3 الانسر ب 3. طب لو غير كده خالص هيبقى default. default ده يعني زي else default answer يعني. يكتب you entered wrong answer تمام. ومنكتبش بعديها بريك. اللي هيحصل دلوقتي ان هو هيخش على هيشوف الانسر بعد ما يعملها سكان، هيشوف هيعملها سويتش. لو بواحد هيطلع ذاتس رايت، اتنين هيكتب شو هكذا. فايدة البريك دي ان هو في حاجة في السويتش كده ان هو لو مش كاتبين له بريك هيخش ده. لو مثلا ده ترو هنا مفيش بريك، هيعتبر ان ده تمام، هيطلع ترو هيطلع نتيجته وبعدين هيدخل اوتوماتيك. طالما هو دخل في واحده هيخش في الباقي لغايه اما يلاقي بريك قدامه. فبريك دي هي بتخليه يطلع من الكيسز. طيب هنشوف الكلام ده عامل دلوقتي. احنا لو عملنا اكسكيوت اهو هنقول له مثلا 2 جاف وين وهيقف تمام. فهو نفس الكلام زي الاف والالس بس طبعا اسهل بكتير. طيب نفرض مثلا ان احنا شلنا البريك اللي هنا. لو شلنا البريك اللي هنا هيدخل يقول مثلا لو احنا اخترنا واحد هيقول that's right وبعدين هيخش في كيس 2 اوتوماتيك حتى لو هي مش ترو هو هيخش فيها برضه. اكتب جافا فور ذا وين لغايه ما يلاقي قدامه بريك. يعني هنشوف كده.
تمام، لو كتبنا واحد that's right جاب فردوين. ده من طبيعة السويتش، هي دايما بتكون كده يعني، وهي ساعات بيكون ليها لازمة الحتة دي يعني، هي تلخبط شوية بس هي ساعات فعلا بيكون ليها لازمة. الديفولت ما بيكونش بعديها بريك، لان هي كده كده بتكتب نكتب اخر حاجة. لو كتبنا مثلا حاجة رقم مش موجود you enter the wrong answer، تمام. طبعا دي حاجة بسرعة كده عن السويتش، جرب حاول تجرب انت وتتدرب عليها. حاول تخلي الانتجر ده كاركتر، ولو خليناه كاركتر طبعا هيكون اللي هنكتبه هنا في الكيس هيكون بين سنجل كولون عشان هيكون كاركتر. جرب تخليه فلوت، يعني حاول تغير كده، في شيل بريك حط بريك وشوف. ودي كانت حاجة سريعة عن السويتش، وكده التوتوريال رقم 6 يكون خلص.